بكم مشاهدي الكرام في المناظرة اليومية. تستمر المظاهرات في إسرائيل ضد الخطة القضائية التي تريد الحكومة تنفيذها، ولكن للمرة الأولى تستخدم الشرطة القوة والعنف لتفريق المتظاهرين عبر استخدام الخيال وإطلاق قنابل صوتية، ما أدى إلى إصابة بعض المحتجين ونقلهم إلى المستشفى واعتقال عدد كبير من المتظاهرين. استخدام العنف ينسبه البعض لتعليمات وزير الأمن القومي تامر بنغفير للشرطة بعدم التسامح مع من وصفهم بالفوضويين وقمعهم إن حاولوا الإخلال بالنظام. إذن كيف انتقلت الديمقراطية الإسرائيلية من مرحلة السماح لكل مواطن بالاحتجاج والتظاهر إلى القمع واستخدام العنف بحق المواطنين الإسرائيليين؟ لنبدأ المناظرة. ضيفي ينضم إلى المحلل السياسي الأستاذ يوآف شتيرن، أهلا بك. وينضم إلى دكتور إيدي كوهن الباحث والمحلل السياسي، أهلا بكما. ودعوني أن أبدأ معك دكتور إيدي. دكتور إيدي، يعني بعدما رأينا هذه المشاهد العنيفة اليوم من شوارع تل أبيب، يعني قال لي صديق صحفي عربي أن هذه المشاهد لم يصدق أنها جاءت من إسرائيل الدولة الديمقراطية ومن شوارع تل أبيب، بل يعني هي مشاهد تشبه ما يجري في الدول العربية. لا يعني أنت تبالغين شوي، يعني لم يكن هناك سحق المتظاهرين وإطلاق النار نحوهم مثل ما كان بمصر، أما بالأردن، أما بدول أخرى. لا 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 أنت تبالغين. نعم، ولربما هذه البداية دكتور إيدي حسب ما شاهدنا اليوم، يعني هذه مرحلة جديدة في إسرائيل، ليس كذلك؟ هاي صحيح، موافق معك بهذا الموضوع. نعم، يعني شوفي، التظاهر يعني مسموح للجميع، لكن هناك فئة معينة من الناس اندسوا بين المتظاهرين ورموا أشياء ضد الشرطة، رموا ما بعرف شو، رموا حجارة أما أناني. وهناك فئة من المتظاهرين هدول بدهم يعملوا فلتان وفوضى، ويحقوا، هم يعتقدون أنه يحق لهم ما لا يحق لغيرهم. لو كانوا كلهم عرب كمان كان في الشرطة كانت اعتقلت، لكن مثل ما قلنا ما في تسامح. الآن الوزير الجديد حد قال يجب التعامل مع الجميع بالمثل، عرب، متدينين، يهود، رود، مش مهم، كلهم ذات الشيء، التعامل يعني بالمثل مع الجميع. ولذلك كان البعض تجاوز الحدود وتم اعتقاله، وكان في مناوشات مع الشرطة، وهذا شيء طبيعي. نتمنى أن لا تتدحرج الأمور، وأن يعني لا سمح الله نصل إلى شو بدي أقول لك، يعني حرب أهلية أو هيك شيء. نعم، وصلت الفكرة. أستاذ يوآف، استمعت إلى طرح دكتور إيدي، ولكن يعني هو ذكر هنا مصطلحات مثل يمكن أن نصل إلى حرب أهلية، ولكن بعيد عن ما جرى، بعيد عن سياسة الحكومة وتعامل الشرطة، منذ أيام والمتظاهرون يقولون أنهم يريدون تأجيج الاحتجاجات وتصعيد الموقف. إذن لماذا نستغرب من هذه النتيجة ومن هذه ومن مشاهد اليوم؟ المشكلة ليست ما جرى اليوم في الشوارع، وإنما ما تعمل حكومة الفوضويين التي يقومون بتنفيذ انقلاب ضد دولة إسرائيل الديمقراطية. هم يريدون أن يكون هناك ديكتاتورة، أن يستمر نتنياهو في الحكم إلى الأبد بدون أي قيود، بدون أي حدود. يريدون تدمير
ما تبقى من الديمقراطية الإسرائيلية، بينما معروف للجميع أن الديمقراطية مفهوم أعمق بكثير. هدول الوطنيين الذين خرجوا إلى الشوارع هذا اليوم يقولون بصوت واضح لا نقبل الاستيلاء علينا وإدخالنا إلى دكتاتورة جديدة من مدرسة نتنياهو، لا نقبل، لا نقبل ولا يمكن لإسرائيل أن تصبح دكتاتورة. إسرائيل يجب أن تبقى ديمقراطية، ويجب على كل محاولات زرع الفوضى في النظام الحكم في إسرائيل أن يقفوا عن ما يقومون به بشكل فوري. وإذا ما وقفوا عن محاولاتهم الانقلاب على النظام الديمقراطي في إسرائيل، ساعتها سنرى هدوء وليس حرب أهلية. ولكن أستاذ يؤاف، يعني تحدثت عن فوضى داخل الحكومة، ولكن يعني بالفعل يجب الحفاظ على الديمقراطية، ولكن هل يجب الحفاظ على الديمقراطية باستعمال الفوضى في الشارع وإغلاق الشوارع وإلقاء الحجارة على الشرطة الإسرائيلية؟ عندما هناك محاولة انقلاب على النظام الديمقراطي في إسرائيل، يجب على كل وطني أن يخرج إلى الشارع وأن يقول كلمته، لأنه إذا نبقى صامتين سنصبح ديمقراطية ثاني يوم. لا يمكن أن نسمح لعصابة الفوضى التي تسيطر على الكنيسة اليوم أن تصبح إسرائيل إلى ديكتاتورة، لا يمكن لنا أن نقبل بذلك. ونرى ماذا يقومون بنفس الوقت، يقومون بإشعال النيران في بيوت فلسطينية بقتل فلسطينيين، والحكومة لا ترسل وتمنع القوات من الوصول لضبطهم وفرض قيود عليهم. هذه هي الفوضى الحقيقية، فوضى منظمة من قبل الائتلاف الحاكم في إسرائيل، والوطنيين في إسرائيل لن يسمحوا أن يحدث ذلك. لذلك رأيناه اليوم يخرجون إلى الشوارع، يتظاهرون، يقولون لا يمكن أن نقبل بذلك، عليكم إيقاف كل محاولاتكم الانقلابية، لا يمكن لنا أن نعيش في دولة التي هي غير ديمقراطية. دكتور إيديا، الوزير الذي قال أنه من حق المستوطنين أن يتظاهروا وأن يعبروا عن آرائهم وعن السياسة، هو نفسه الذي يقمع الاحتجاجات اليوم. إذن بالفعل بدأنا نشاهد واقع جديد في إسرائيل ومرحلة جديدة. خلينا نحكي على بعد، لم أتطرق بعد على أسباب هذه الاحتجاجات. هناك حكومة تم انتخابها منذ شهرين وثلاثة، حكومة شرعية، يوآف شتيرن رئيس الحكومة هو بنيامين نتنياهو، يعني نتنياهو حكومة شرعية ديمقراطية. طب كيف هو سوف يعمل انقلاب إذا هي حكومة شرعية؟ أنا ما بتفوت مخي. هو يقول انقلاب، هي حكومة شرعية تحاول أن تلغي الديمقراطية في حكومة شرعية وتحاول الانقلاب على الديمقراطية. ستعقب، تفضل أكمل دكتور إيدي، تفضل. نتنياهو رئيس حكومة شرعي وكلهم اعترفوا فيه، والمحكمة والدستور واللجنة الانتخابات، والآن يقوم بعمل، ومش هو وزير العدل، يقوم بالتعديلات بسن قوانين، بتعديلات قضائية لتحسين القضاء وتوسيعه، وليكون يعني يمثل شريحة أكبر من الناس. ولكن ما جرى في إسرائيل، هناك فئة من المستكبرين اللي بيفكروا أنه الدولة هي يعني لبيت أبوهم، يقولون لا نحن ما بدنا نعمل. لذلك أنتم من تنقلبون على القانون، وفي دولة يعني أخرى الغرب لكان زجكم في السجن، كل المعارضة كانت في السجن، وحتى يوآف شتيرن الذي يدافع عن هذا الانقلاب كان هلأ بالسجن. هناك محاولة للانقلاب على الدستور، للانقلاب على الشرعية، وهذا شيء ممنوع، وسوف يعني سوف يؤدي إلى الفوضى. أستاذ يؤاف، يقول دكتور إيدي أنكم تريدون أنتم الانقلاب على الديمقراطية وعلى الشرعية في إسرائيل.
هم انتخبوا شرعيا ولكنهم يحاولون أن يلغوا الديمقراطية. يوم الغد سيأتوا بقانون جديد إلغاء الانتخابات في إسرائيل لأنه فيها إزعاج ربما لهم. هم يفضلون أن يسيطروا على كل مراكز القوى وكل ما يجري في هذه البلاد. بالضبط نريد مثل ما تفضلتي مثل أي دولة مثل سوريا. سوريا هناك فيها انتخابات لم يلغوا الانتخابات ولكن يتم الانتخاب بشكل كلي لنظام بشار الأسد لبشار الأسد كرئيس لهذا النظام وهم يفضلون هذا النوع من النظام لأنه ليس هناك حاجة بالتوازنات بالمفاوضات بأن يكون هناك بحث مشترك بين كل فئات المجتمع عن المصلحة المشتركة فقط مصلحتهم تعنيهم هم يفضلون هذا لأنه الديمقراطية فيها عتب كثيرة يعني فهذا يزعجهم هم يفضلون الانقلاب لهذا السبب كل وطني حر في هذه الدولة لا يقبل مثل هذه المحاولات ومن يدخل السجن في نهاية المطاف هم الفاسدين والمفسدين لأن دولة إسرائيل قوية جدا وديمقراطية إسرائيل ستنتصر هنا لأن هناك من يحميها من كل محاولات الانقلاب هم يريدون ليس تحسين الجهاز القضائي وإنما إخضاعه لمصالحهم هذول كلهم وأريد أن أذكر بالأسامي كل من هو متهم بالفساد وكل من أدين بمخالفات مختلفة نتنياهو درعي سموتريتش بن غفير ليتسمان كثيرين هم لهم مصالح في هذه الدولة يريدون الاستيلاء على ما يجري ويحاولون إخضاع الجهاز القضائي إلى مصالحهم ولهذا السبب الوطنيين خرجوا إلى الشارع ويقولوا لا وألف لا لكل محاولات الانقلاب على ديمقراطية هم سيدخلون السجن مش الوطنيين هم سيدخلون بعد محاكمة عادلة على ما فعلوا من فساد ومن مخالفات للقانون هذه الدولة يجب أن تبقى دولة قانون ليس مثل دول أخرى وإنما دولة ديمقراطية وجهاز القضائي التي هو على رأس هذا الهرم يجب أن يبقى على هذا الهرم يعني دكتور ايدي هل يعقل في دولة ديمقراطية أن يتم استخدام العنف على الوطني كما ذكر أستاذ يؤاب أو على من يريد الحفاظ على هوية الدولة؟ العنف تم استعماله اليوم لأول مرة مشان كان في فوضويين رموا أشياء أجسام غريبة على الشرطة ويعني كانوا يحاولون بث الفوضى وزرع الفتنة بين الناس لكن لن 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 يعني مش كل الناس لم يتم اعتقال المئات تم اعتقال 20 و25 شخص لكن هنا دكتور ايدي لم نرى مشاهد القمع هذه في حوارة مثلا عندما اعتدى بعض المستوطنون على رجال الامن يعني نرى ان هناك استهداف فقط ضد معسكر الوسط يسار حوار مسألة حوار ونابلس هذه مسألة ما فينا نزج بين الموضوعين هذا شيء ثاني وما في شرطة هناك يعني ولكن أتحدث عن قوات أمن وهناك فوضى أيضا أكيد في صلة وطيدة بين الموضوعين لماذا عندما نقارن بين كيف تتعامل القوات الأمنية مع فئات من المجتمع إذا يعني لماذا لا يجب أن نقارن بين الأمرين مشان هناك يا سيدتي ما في شرطة هناك الجيش هو الذي يحاك يعني يسيطر على الوضع هناك في إرهابيين فلسطينيين لا ما فينا نعمل مقارنة صدقيني أنا بدي أقول لك شيء دولة السلطة القضائية سلطة مستقلة وخلافا لما يزعم ضيفك السلطة القضائية مش بس مستقلة أخذت يعني أخذت شو بيسموها أكثر من اللازم أخذت حقوق أكثر من اللازم لذلك يجب وضعها بمكانها وترسيم لها خطوط حمر لا يمكن السلطة القضائية أن تلغي قانون من الكنيسة يعني البرلمان ما شو يعني ديمقراطيا؟ ديمقراطيا يعني هذا سلطة الشعب وهذه الأغلبية والكنيسة تمثل الشعب ويأتي عشر قضاة
وهم يعني هل يعقل انه 10 قضاة يلغون الديمقراطية على نمط السوري؟ انت تفهم شو يعني ديمقراطية؟ هي سلطة كل الشعب، كل الشعب أغلبية وأقلية مع توازنات، وليس النمط السوري. يا إيدي كوهين لازم تتعلم شو هي ديمقراطية يا ويكي، لازم تتعلم شو هي ديمقراطية. لا لو سمحتما ما تحكيش هيك ضد القضاء، هم في رأس الهرم الديمقراطي هنا يا ويكي. لا لا أستاذ يوقف لو سمحتما، ستعقب بعد قليل لو سمحت. دكتور إيدي أكمل. شو يمكن ما بفهم شو حكيت؟ أنا قلت لك إنه لا يمكن بجملة لو سمحت أن يلغوا. أنا لم أتطول على القضاء وأنت الوقح وأرجو أن تسحب كلامك. لا لا لو سمحتما لا يمكن بهذه الأرض أن نستمر. لا لا لو سمحتما نحترم أراء بعضنا البعض لو سمحتم. شو أخذوا صلاحيات أكثر من اللازم؟ أنتوا اللي بتأخذوا في الليكود. شو هذا الانقلاب على ديمقراطية؟ يجب أن نبقى ديمقراطيين. يجب أن يكون لك توازن لكل الشعب وليس فقط الأغلبية. هذه هي ديمقراطية وليس ديمقراطية السورية التي تحاولون أن تجبروها علينا. لا يمكن أن نقبل بذلك، وعلى كل وطن الحر أن يخرج إلى الشارع ويقول كلمته، لأن دولة إسرائيل ستبقى ديمقراطية. نعم تفضل. التعديلات القانونية في الطريق، و يعني تجاوز القانونيه. لا لو سمحتم لا يمكن ان نستمع بهذه الطريقه، المشاهد لا يفهم بهذه الطريقه. هذه ليست ديمقراطيه، هذه ديكتاتوريه وهذه ليست تعديلات، وانما النظام الديمقراطي في اسرائيل بدون ديمقراطيه بدون تعدديه مش رح تبقى وتصمد هذه الدوله، وانتم تحاولون تقوموا بمناطق فلسطينية. أريد لكل من لا يعتقد مثلكم. طيب دكتور إيدي تفضل. محاولة جديدة لإسقاط نتنياهو ولأخذ الحكم. جربوا أول مرة بدهم يبعثوا للسجن لم يتمكنوا، الآن يحاولون مرة ثانية. وهذه الحكومة جاءت لمنع هذا، وهذا ما نراه دكتور إيدي من سن يعني هذه القوانين. هذه القوانين يجب أن تكون، كان لازم تكون من سنة 70 من 80، لكن إجا شو اسمه هذا القاضي وعمل إصلاحات مثل ما بده يعني على ذوقه، عمل إصلاحات أعطى أخذ أو سرق من حقوق الكنيسة وأعطى حقوق للقضاة، والآن القضاة يحكمون، القضاة بيدخلوا أنفهم بكل شغلة حتى بملف أمني، يقولون تعملوا هيك ما تعملوا هيك، بيعطوا أوامر. المحكمة تقول لكم يجب إخلال خان الأحمر، وحكومة حكومة اليمين، حكومة المستوطنين لم تقم لا تنفذ أمر المحكمة بإخلاء الخان الأحمر. ولماذا يا دكتور ولماذا يعود الليكود؟ وين الحقوق للمستوطنين؟ وين النظام؟ وين؟ طيب لو سمحتم استاذ يوآف، يعني المحكمة العليا قالت انه يجب اصلاح الخان الاحمر وهم لم ينفذوا هذا القرار. طيب لنعود الى موضوع العنف، بعد ذلك يقول انه هذه المحكمه سرقوا الصلاحيات. هي تحميكم يا حكومه يمين، هي تحمي جنود الجيش الاسرائيلي. الشعب قال كلمته، انتخاب نتنياهو رئيس الحكومة، غصب عن الجميع، ولكن يكون بتعديل هو بسن قوانين غير شرعية يحاول أن يلغي الديمقراطية للتهرب من المحكمة. وطالما تجري محكمته لا يمكن له أن يستمر في هذه الأمور الغير ديمقراطية. ولكن أستاذ يوآف، يعني دكتور إيدي يقول أن كل هذا جاء بسبب أن الوسط يسار يريد إسقاط نتنياهو بكل ثمن. لا أحد يتحدثون عن إسقاط نتنياهو، يتحدثون عن الحفاظ على ديمقراطية. يجب أن تبقى دولة إسرائيل ديمقراطية، وكل محاولات الانقلاب على ديمقراطية لن تنجح. له مصالح، كل من أدين له مصالح ولم ينجحوا.
حتى الآن ولا ينجح في المستقبل، لأن الوطنيين في هذه البلاد لن يسمحوا لذلك أن يحدث. رأيناهم اليوم في تل أبيب. مش وطنيين، أنا مش وطني يعني. في كل أنحاء البلاد. هم يدفعوا يعني الضرائب في هذه البلاد، ولا يمكن لكل من لا يدفع الضرائب أن يقرر ماذا ستكون مستقبل هذه الدولة. سمعنا اليوم أصوات الطيارين في الجيش في السلاح الجو الإسرائيلي، رجال الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، يجب علينا أن نسمع لما يقولونه. شوف سعر الشيكل ماذا يحدث له، شوف الشركات الكبرى، شوف الدول. من هو مسرور جدا بما يحدث؟ كل أعداء إسرائيل، لأنه هم يروا إنه إحنا على عتبة حرب أهلية بسبب الفوضويين التي أتوا إلى الحكومة. نعم دكتور آدي، يعني هناك يعني أعداء إسرائيل يمكن القول في هذه المرحلة تنظر إلى الداخل بفرح ما يجري في الداخل الإسرائيلي ومن مصطلحات حرب أهلية. أكيد شمتنين. يعني هذا يضر بمصلحة الأمنية والسياسية والدبلوماسية والخارجية لدولة إسرائيل. صحيح، نعم صحيح، أنا موافق معك. العدو شمتان عندما يرى آلاف المتظاهرين ينددون بالحكومة الشرعية التي تم انتخابها من شهرين، يعني ما يظهر بتذكرني من الربيع العربي. هؤلاء الأشخاص، في عندك يعني ناس هي التي تحرض وأنت لست تلقي دكتور إيدي على وضع دولتك؟ ما فهمت قصدك. يعني أنت لست قلق عندما تتحدث وترى هذه المشاهد اليوم؟ أكيد أنا قلق، لكن يجب أن يعني يتوقف هذه الفوضى، يجب أن تتوقف. ولماذا لا يعني تتوقف هذه الفوضى؟ يجب أن تتوقف بقرار واضح من الحكومة، وقف إجراءات لسان الانقلاب على الديمقراطية، وقف سن هذه القوانين الانقلابية، توقف الفوضى بشكل فوري. لو سمحت الفوضى هي في الكنيست وليس في الشارع. طيب. كل الوطنيين ينتظرون قرار بوقف هذه الإجراءات اللا قانونية. طيب أكمل دكتور إيدي باقتضاب. يعني من يقول إنه هذه الإجراءات ليست قانونية؟ عندك حكومة شرعية وجود ديمقراطية في البلاد، لهذا السبب هي غير قانونية وستلغي بعد ذلك في المحكمة العليا. لو سمحتما لا يمكن أن نتبع بهذه الطريقة. والصراع طويل، وكل وطني حر في هذه البلاد سيخرج إلى شارع لحماية الديمقراطية من محاولات الانقلابيين الفوضويين الذين نداهم في حكومة إسرائيل وفي حوارة. انت ما نعم لا توزع لو سمحت لا تقاطع استاذ دكتور ايدي ليكمل الفكره، تفضل دكتور ايدي. اول شيء يعني من هو لكي يوزع شهادات للوطنيه وانت وطني وانت مش وطني؟ هذا اولا. ثانيا لا رجوع للابيين وفي وطنيين في للابيين وفي وطنيين. الصوره واضحه جدا، مش انت ومش انت ومن انت، في اللي هو وطني وفي اللي هو انقلابي. والصورة يعني أنا خائن، يعني أنا انقلابي خائن، يعني أنا انقلابي خائن. هذه انقلابيين وفي وطنيين، شو مش مفهوم يا دكتور إيدي؟ تفهمش في وطني وفي انقلابي هون في هذه الصورة. وأنت الوطني، يعني أنت الوطني ومليونين وثلاث ملايين شخص انتخبوا نتنياهو، هؤلاء انقلابي. ربما بدك يعني تحافظ على الديمقراطية، يجب أن نسمع. وجهة نظرك يعني مش بس مرفوضة، ليست منطقية وجهة نظرك. هناك حكومة سوف يعني التعديلات شئت أم أبيت سوف يتم يعني تخليص هذه المعاملات التعديلات القراءة الأولى والثانية والثالثة. يعني أنت انقلابي، أنت انقلابي تريد أن تلغى الديمقراطية في إسرائيل، وهذا لن يحدث لأن هناك وطنيين في هذه البلاد. ولكن أستاذ يؤهل بالفعل تأمل هذه الدولة أن الوطنيين نعم، هل بالفعل تأمل أن هؤلاء الوطنيين بالفعل سينقذون الدولة من مخططات الحكومة؟ هل سينجحوا؟
نعم أستاذ يؤاف، يعني كنت قد قلت هل بالفعل أنت تأمل في أن هؤلاء الوطنيين سينقذون بالفعل الدولة من مخططات الحكومة؟ على كل وطني أن يخرج إلى الشارع ويحمي الديمقراطية، وهذا ما يحدث هنا شهرين، كل يوم سبت وأيام اثنين واليوم يوم الأربعاء. يجب علينا نحمي الديمقراطية، بينما هناك محاولات انقلابية لإلغاء الديمقراطية وإخضاع الجهاز القضائي إلى حكومة تم انتخابها بشكل شرعي، ولكن هذا ليس شرعي، لأن في الديمقراطية ليس فقط وسط الفكرة أستاذ يؤاف الأغلبية، لم يتبقى لي الوقت. المحلل السياسي أستاذ يؤاف شتيرن شكرا جزيلا لك، والباحث والمحلل السياسي دكتور إيدي كوهن شكرا جزيلا لك. أعزائي المشاهدين، نصل إلى ختام هذه المناظرة، أشكركم على حسن المشاهدة وإلى اللقاء.